سبورتس عبد العزيز السليطي ووجود النجم موسى تعمري ويزن العرب وعبد الله النصيب. كلمات عفويه لكن نركز في ما قال. قال انا اسعد مدرب في العالم، وقال هذا الانجاز التاريخي رغم كتابته في نصف النهائي وصوله واليوم يصل الى النهائي ويسعد الجماهير الاردنيه ويسعد جميع العرب. قال ذكر ان العمل الجماعي. طبعا اليوم اصعب حلقه في تحضيرها، اصعب حصه، لانه الاطراء عادي نقولوا الاردن البطل، الاردن دخل التاريخ، الاردن حقق الانجاز. كيف باش نتكلم؟ كيف ابدا مع المدرب فتحي؟ كيف النجم نشكر الاردن؟ كيف النجم نحكي عن الاردن؟ قلت عبد الكريم، قلت نعيش مع الاردن 24 ساعه. عشت مع الفريق الاردني 24 ساعه. امبارح في الليل كامل الفريق الاردني نام على اغنيه ام كلثوم الامل. صحيح. قاموا الصبح الاجتماع الفني مع حسين عموتة، تخلى حسين عموتة مش يعطيهم آخر التعليمات. نظروا له اللاعبين قالوا له يا أستاذنا سي حسين على نغم الكبير لطفي بوشناق علمني علمني، حافظوا الدرس تعلموا. دخلوا للملعب، جاء الحكم، الجماهير، بدأت المقابلة وفي وثنيهم صابر الرباعي يقول اتحدى العالم. يا ناس تحداوا العالم، تحداوا العالم فوق الميدان. ثم الحكم أعلن النهاية وكانت الفرحة، وكلهم غنوا مع بعضهم عبد الحليم وحية قلبي وأفراح. الله الله تتواصل أفراح. السلام. المدرب حسين عموتة فتح ذكر يعني فعلا للتاريخ كل شيء مميز، من فعاليات، من أجواء، من تنظيم، ومن كتابة تاريخ للأردن في وصول للنهاية. البداية من أين تبدأ؟ كان الله بعونكم في إيجاد كلمات تصف هذه الروح والقتالية، وتحدثنا بالأمس رغم صعوبتها كانوا رجال وحاضرين رجال. البداية أنا أعتذر للكابتن حسين عموتة وللمنتخب الأردني، لأن قبل البطولة بأمانة استبعدنا نهائياً قياساً للنتائج اللي كانت قبل البطولة. كنا نتكلم ونقول بأن المباريات، أن حسين عموتة ما فاز ولا في أي مباراة من مباراة سواء تصفيات كأس العالم باستثناء المباراة الأخيرة اللي كانت على منتخبنا الوطني. هذا اعتذار للكابتن القدير حسين عموتة. البداية ترى الاعتذار من شيء من الكبار، تفضل. لا وانت احد الكبار. قللنا من مكانة المنتخب الاردني ومن قدرته على المنافسة ومن تواجده في البطولة. اليوم لا، اليوم نرفع له القبعة ونرفع له العقال ونقول له يعطيك الف عافية، كفيت ووفيت مع المنتخب الاردني، قدمت بطولة استثنائية للكرة الاردنية، بطولة تاريخية. الكل في 2004 افتخر بالكرة بالمنتخب الاردني تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، وقدم ايضا مستويات مميزه في تلك الفتره. لكن اليوم انت وصلت نهائي، فزت على ماليزيا في البدايه قلنا والله بدايه جيده والمنتخب الماليزي ضعيف نوعا ما، تعادلت مع المنتخب الكوري قلت يمكن المغامره راح تنتهي بعد الدور الاول، لعبت مع المنتخب العراقي وتفوقت عليه في الوقت بدل الضايع، اثبت جدارتك بالوصول للدور قبل النهائي مباراه طاجكستان. اليوم اكدت بانك واحد في الفتره الحاليه، فتره كاس امم اسيا، انك انت من عمالقه الكره في اسيا بعد ما تفوقت على المنتخب الكوري الجنوبي. انت تفوقت على المنتخب الكوري الجنوبي وتفوقت على منتخب العراق، وهما اثنين من ابطال كاس امم اسيا. الف الف مبروك للمنتخب الاردني. المنتخب الاردني يقدر من بعد البطوله هذه يبني على هذا المنتخب للقادم وللمستقبل. نقول لهم ونقول للجماهير الأردنية خلكم وراء منتخبكم وافتخروا بهذا المنتخب بمدربكم العربي. الحلو في هالإنجاز إنه كان عربي كامل، المدرب والجهاز الفني واللعيبة. تاريخ مع المدرب حسين عموتة، إذا الليلة لن تنسى، حلم وأصبح حقيقة. قلنا إنها يعني ليلة للتاريخ. بداية عبد العزيز يعتذر، وأنا أقول كما قلت أمس، أتمنى أن يخيب الله ظنوني، و
تذهب توقعات أدراج الرياح، اللهم لك الحمد، خابت ظنوني وذهبت التوقعات المخيبة أدراج الرياح مع رجال. بس صابر فتحي ترى توقع صحيح، بس بالنتيجة بس قالوا لما توقعوا انه يتأهل. صابر توقع التأهل لكن لم يتوقع الفوز، علشان نكون منصفين. فتحي ما توقع الفوز، يعني ركلات ترجيح. اي نعم، اي حطها في قلب عبد الكريم منهم. اي طبعا الحمد لله هؤلاء الرجال بينوا يعني كم هم كانوا على قدر من المسؤولية والنجومية التي تبلورت اليوم خلال 90 دقيقة. ما يحسب للمنتخب الأردني اليوم هو عدم المبالغة في احترام الخصم، ما وهو هذا ما ذكر عموت اليوم، وهذا هو المهم. هذا اللي أمس تذكر تكلمنا وقلنا يجب على المنتخب الأردني أن يستغل جبن كلينزمان وخوفه خلال المباريات، تراجعه في الأوقات التي يعتقد بأنه ممكن أن يمتص فيها الحماس، وهذا ما ارتد عليه اليوم. اليوم مع ميسي انت عمري أو موسى انت عمري، كل الله ما تشتهي أن تراه في الملعب شاهدناه من المنتخب الأردني بقيادته لهذه المجموعة الجميلة وبمعاونة من يزن البارد. حقيقة أن تمتلك هذا البرود في الأعصاب في كل مرة تواجه فيها المرمى وتلعب الكرة بنفس الطريقة وهذا الهدوء، فأنت نجم قادم على الطريق بقوة. إن شاء الله نتمنى أن تستمر هذه الأفراح وهذا الفخر اللي اليوم احنا نشعر فيه مع المنتخب الأردني، ونتمنى أن تتوالى أفراحنا كعرب غدا أيضا. في بعض الأحيان كتكون أشياء رائعة بين الدين.